يقول السائل: عندي طفل عمره 10 شهور. نعم. عندي طفل له من العمر 10 شهور، ما حكم أخذ إبرة لمنع الحمل لمدة 6 شهور حتى يتمكن الطفل من إتمام الرضاعة حولين كاملين؟ إذا نصح الأطباء بأنه يحتاج أنه تأخذ إبرة لمنع الحمل لأجل مصلحة الطفل أو لأجل أن الأم لا تتحمل الحمل الجديد، أنها مريضة أو ضعيفة الجسم، عند الحاجة لا بأس بتأخير الحمل، لا بأس بأخذ ما يؤخر الحمل من الأدوية. نعم. أما من غير حاجة فلا يجوز هذا. نعم.